découvrir les lois de la vie et les règles de ses devoirs. Voilà, quand il dit une chère au Sahara, il ne sait qu'il n'a qu'il n'a pas de voix il n'a chère au Sahara, grâce à tout le monde, il n'a pas de voix il n'a pas de voix il n'a pas de voix la métamorphose, la roulette, la mythe, la détection, c'est le mien. J'ai un rapport terrible, une chair, un rocket, où le dilazer de carrière, un pirate, il s'est dit d'un gène de gène, une gène de souffle, une gène de roi, une gène de roi, une gène de roi, une gène de roi, اقرأ تصور الفعل بمعنى أنه يخرج في تلك الضغوطات وأن فقدان الفرد التي نراها الآن في نوع من استهلاك استهلاك فن جديد نستهلك كل شيء ولكن حينما نقرأ الشعر بسبب المصادر حينما يكون الشاعر صادقا فإننا تشعر بأنه تخلص من سطوة ذلك الشيء الذي يقيمنا جميعا ويجعلنا في دوامة المماثلة الانسجام وليس الانفراد المنطقة بين الأنصاف وعلى الآخرين أو الخلطة في طواريتي وبالتالي إذا كانت هناك رسالة تقيد للشعر والشعراء نحن في أمس الحاجة لأنهم بصدق يعبرون عن هذا الجانب الجانب الذي مع الأسف أصبح يستثمر فيه عن طريق الاستهلاك وعن طريق الرقابات والإعلانات إلا الشعراء فهم حينما يقولون شعرا صادقين فهم لا يستهلكون ولا يؤدون به من يسمعهم ولا يفرقون إلى الاستهلاك بقدر ما يدعوهم إلى معانقة أرواحهم وبالتالي العودة إلى الذات ولقد صدق سقراط حينما قال اعرف نفسك بنفسك وأن الشعر والفلسفة هم وجهين لرؤية واحدة. شكرا لكم. المعرفة الإنسانية كاين قاعدة شاملة حينما تعلن التقنيات عن عجزها الشامل في المعادلات الرياضية فإنها تتجه إلى تكاملات الفلاسفة. لذلك حتى في كتابة الشعر فإننا نختلف من المعين المعرفي الوجودي الحق لأنه هو هداية الطريق سيدي تصور أن الأول الذي في بساطة الشمالية يعني صعيب في الشمال كما يتعلق بالوضع الاعتباري للشاعر يعني ضيفه ديال الجمهورية للمدينة القديمة ديال الأطرافون لأنه فيما يتعلق بالتقييد مع الشعراء الشاعر محمد علي والاخرين من المسلمين في ازراء النقاش حول يعني المساله الثقافيه في علاقتها بالاعلام بعد محمد علي وبعد ان يروح السي سعيد ننتقل الى البيت الشعري وسنستمع الى الشاعر سعيد الوليد وهو يبدو نصوصه بصفه سأتعب شكرا لك سعيد شكرا لك في هذا التفاعل مع النقاش الان حول الشعر ربما الشعر في زمن الديكتاتورية والشعر في التحولات الكبرى التي راها العالم في اسره وكان العرش العربي كان عقل جاد عقل لا يحب التحولات لا يسير التحولات عقل اجتماعي وعقل يضعفه دائما الجديد ويسلمه الجديد صوت جيل حاسس جديده ليس حاسسنا جيل تمثلات جديده لان الكتاب الان الشاعر يقول لك انه يخاطب شيء مختلف بينما يخاطب انه يخاطبه بنفس الاستعارات القديمه يجب تشكيك في الاستعارات الواقع خلاص استعارات الآن جديدة لا يمكن أن نختار نفس الصورة الشعرية التي تمثل الشعر لا يمكن أن نختار نفس الاستعارات التي تمثل الشعر لا يمكن أن نختار
يستهلك جوع زائده من الصور، يعيش في الصور، جوع من الصور، لا يمكن بتاتا ان يعبر على هذه المعبره الشعريه بدون خلق ضعف بصري في الحصيله. الجيل ضروري الان لنتواصل مع هذا الجيل، والا سنكتب قصيده تعيد نفسها من تقريبا بين الترانيم الموسيقية وبين السرد الروائي والوصف الحكاية. وصدقني اليوم بأن أجمل ما يكتب في وقتنا هذا هو حنين النوستالجيا إلى الكتابة الرومانسية التي تخاطب الناس في دواتهم وتحكي قضايا الناس البسيطة، قصة، شعر، رواية. لكن أعتقد حتى نحن اليوم نعيش هجرة جماعية نحو السرديات، نحو الرواية، من أجل اغتنام الجوائز الكبرى هنا وهناك، فإن ومضات وغوارق الشعر هي الأرض على قدم هذه الأرض. صديقي مصطفى الجيعة، عشنا منذ قرابة العقر على هذا الحلم، على هذا الشعار الملفوف بعناية وعدية داخل فضاء مدينة مطفي. كنا نترافع من أجل مغرب سعته الدنيا الحرية الكرامة.
المترجم بالإسناد والمعمار هو الذي ساد المزايا السوق. لذلك فأعتقد أن لا مشروع مجتمعي حقيقي سيستقيم في الآتي من الأيام دون الإنصات للمثقف وعودة المثقف لمكانته الاعتبارية سواء على مستوى التدبير الشأن المحلي أو على مستوى تدبير مصالح الأحزاب السياسية أو حتى على مستوى ما يصطلح عليه الآن بربيع أو خريف هنا وهناك في عواصم عربية لأنها تفتقد إلى معنى الثقافي وشعاراتها وحيها لن تفي بالمعنى. أنا بالنسبة لي الكتابة في نهاية المطاف أليس الشعر هي بمثابة إضرام النار في خسارات جيل بأكمله وخيبات وانكسارات وكبوات وعقاب. هذه هي الكتابة، هي الكفاء والاستكانة إلى الذات في محراب لا أقول قصيرة ولكن البوح أو الإفصاح الذي يترجم نداء الروح. وأعترف على المجهرة أنني خصمت الكتاب منذ أكثر من 4 أو 5 سنوات على مستوى القصيدة على وجه التحديد، وربما غمرت وانخرطت في فعل الصحافة والإعلام أعبر على عاصفة الأبجديات ربما بشكل أو آخر فيه نفحات جمالية تعبيرية في ذلك، لكن العودة إلى وفاء الكتابة الشعرية كانت له سياقات وكانت له إدلاءات وكانت له بواعث وبواعث ومغامرات جعلت مني أعود لأعتني هذه القبعة وأضم هذا الحبر على البلاد بكثير اهتمام وكثير شغف وعشق. وكان من هذه وكان من هذا الصدر التجربة الأولى من تعيش في ملاحق الريح، ولا نستطيع أبدا أن نلاحق الريح أبدا. وبعدها بسنتين هذه المجموعة المتواضعة لا أنتظر أحدا سواي، لا أنتظر أحدا سواي تم تفسير وقراءات وتأويلات بعنوان في استفزاز متراكم للقارئ بالفرنسية je n'attends que moi ou là je n'attends personne. هنا السؤال أو الأزل أو المدين ديال العنوان، وأنا أقول لا أنتظر أحدا سواي وليس سوانا. لست أناميا ولا نرجسيا إلى هذه الدرجة، لأنني أنتظر صدوي وضيق خلقي سواي، لا أنتظر أحدا سواي أي هذا الصين الذي سيرافق الفارقة الواصلة. تم السؤال الإبداع، تم السؤال هذه المجموعة المتواضعة جدا. سأحاول أن أتلعثم بينكم ببدء الكلمات. مثل حقيبتي سياق هذه القصيدة كنا في محفل احتفالي لمناسبة
كنت في الرباط في شارع ثمن الكبير بصحبة جميلة في ذكرى جميلة في مطعم بين قوسين له من الدلالات التاريخية شركتي تفيد عليه كثير من الشخصيات السياسية والفكرية والثقافية. ذاك المساء ونحن نحتفي بذكرى واحد من أعز الأصدقاء كان يجلس ناوي السلام إلى مجمعنا أحد كبار أساتذة في المحاماة لباريس أحد كبار النقباء كان جالسا المرحوم حسن سامي وكبار رؤساء الملوك انغمر في همسنا وفي حديثنا وفي لحظاتنا وضج هذه المائدة الاستثنائية واستأذن لمجالستنا وهو أعتقد يقارب العقد التاسع من عمره ويختار المغرب بين المدينة والأخرى من أجل إنصات والتأمل واستعادة الماضي وكذلك المغرب هو دائما قبلة ومحج لكل الذكريات الجميلة هو الذي كان يحل ضيفا على كبار الشخصيات في المغرب وكان يخصص له هذا المطعم مطرقوت ليتناول وجبات الخاصة ففي أطراف النقاش قال لي بصريح العبارة أنا أجوب العالم لكن من أجل اقتناص اللحظات من أجل المعرفة من أجل الثقافة من أجل الاتصال من أجل الإصرار لا أجوب العالم كحكيمة كما تسافر عبر الطائرات وكان لي وقعي هذه الكلمة جن فوياج باقر من غنيز وقع رهيب على نفسيتي تلك الأمسية وكانت هي جوهر ونواز مشروع هذه الكلمات والكلمات لا تسافر مثل حكيمتك واعبر الجسر ما بين نبع ونخلة كأنك أعمى فالضفة الواحدة لا تكتب سيرة المال حين يعانق موته المالح لا تسافر مثل حقيبتك ربما تطفو خساراتك كجثة على وجه المال وربما تزيد الطاقة في المكان الخطر ولم تشعر المسافات بالمحاولات بعدما تحس المحطات بالملل فلا شيء في الحب يضمن وفاء الحب لا تسافر مثل حقيبة بلا موعد بلا عتب بلا ذاكرة بلا ترتيب لما يلزم المدى فقد تكون كطائر يسقط ويسقط على جناح الوقت ولن يتعلم التحليق أبدا
لمح حقيبة غريبة كماء في لمح الصحراء، كصبار الحزن، كتاريخ عتيق، كنبي، كرقم على شاهدة قبر. سماها سماها، فالماء الذي في كعبتك لم يكفي طول رحلتك. سماها، ربما تقول أنت طريق، وربما إليك تصل. القصيدة الثانية ارتباك. تربكني البحيرات تستحم في الماء وتضل عطشا، تربكني القبلات أريد لها شفتين بنكهة النار والحرق، فتركض إلى رفاف يابسة، تربكني صنفوية ألحان على أوتار جسدها مثل عاصفة في يوم المعالي، تقرع الأجراس حين عمودها، تربك بالمعارة تكون سلالة المحبين دون الحميم، تربكني رسالة فيرجينيا الغرفة الأخيرة تملأ جيوبها للحجارة وتغوص في القعر.